بلدنا واحدة من دول قليلة على مستوى العالم اللي أعلنت القضاء على فيروس كورونا، رغم إن إحنا واحدة من أقل دول العالم في نسب التطعيم. نسبة التطعيم حتى الآن لا تتجاوز 30% من الشعب المصري حسب إحصائيات رسمية للحكومة، وده أقل من النسبة العالمية، أو يمكن أكتر شوية من نص النسبة العالمية اللي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية. وبدأنا نسمع بقى تصريحات عنترية من قبيل قضينا على الفيروس ومصر تنتصر في محاربة كورونا وما عادش في كورونا ووداعا كورونا، رغم ان احنا كنا واحدة من الدول اللي بيتنضر بيها العالم في التعامل مع الملف. الاول نفينا وجود الفيروس، وبعد كده اعلنا وجوده، ثم مشاكل في المستشفيات، طلعنا العربيات تخوف الفيروس، بدأنا نقاوم الفيروس بأكل البصل والشلولو وبعض الوصفات المحلية، بالإضافة لتكدس المواطنين في المستشفيات، وأخيرا عدم وجود لقاح. كنا فاتحين حجرنا لكل العالم، جبنا اللقاحات كلها بالمساعدة والشحاتة، ورغم كده قلنا ان احنا انتصرنا على الفيروس. الكلام ده قبل 6 شهور من النهاردة او 7 شهور من النهاردة. بدأنا خلال الكام شهر اللي فاتوا تحس ان الشعب كله عيان، الناس كلها ماشية في الشارع مزكمة، اللي راكبين الاتوبيس كلهم عندهم برد. فبدأنا نسمع بقى كلام زي انتشار التهاب السحايا، ده فيروس تنفسي، ده انفلونزا عادية، ده برد، لحد ما من يومين بدأ يرجع الكلام على استحياء عن فيروس كورونا، متحور جديد من كورونا يتفشى بمصر، وجرعات إضافية للمواجهة. الصحة المصرية توفر 3 مليون جرعة من لقاح فايزر المعدل للتعامل بفاعلية وأمان مع المتحور الجديد. هنا بقى تعترف الصحة المصرية على لسان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية للمكافحة إن بالفعل الفيروس ما زال موجود، وإن إحنا لم ننجح في القضاء على هذا الفيروس، وإن إحنا ما زلنا بنخبي على الشعب والرأي العام ان الفيروس منتشر في البلاد بقاله كام شهر. رئيس او لجنة مكافحة كورونا تعلن تفشي متحور جديد سريع الانتشار. المتحور ده اللي قالت عنه الصحة العالمية انه الاشد والاسرع من حيث الانتشار، والبعض سماه متحور يوم القيامة. يوم القيامة اللي اعلنت عنه الصحة العالمية قبل 4 شهور من النهاردة، اللي هو المتحور اكس بي بي. النهارده وصلنا لاكس بي بي 1 واكس بي بي 1 ويعني 1.5، واحنا لسه معترفين ان هو موجود. متحور يوم القيامه الجديد يثير الذعر في البلد، والصحه كالعاده تطمئن المواطنين. الصحه العالميه بقى عشان تعرف احنا فين والناس بره فين، في الوقت اللي كنا بنقول احنا في امان وما عادش فيه فيروس كورونا، كانت منظمة الصحة العالمية بتقول أنه ما زال يصنف وباء كورونا على أنه حالة طوارئ قصوى، وما زلنا بنعاني من تفشي الوباء والمرض. حسب ما بيقول هذا الخبر اللي هيطلع على الشاشة أمام حضراتكم، أن منظمة الصحة العالمية لم تتخلى عن تصنيف الوباء أنه خطر، لكن بلدنا كالعادة إحنا ما عملناش أي حاجة في مواجهة هذا الفيروس. لا اخترعنا لقاح، ولا وفرنا أكسجين في مستشفيات، كان عندنا أزمة في الأكسجين والناس بتضرب بعضها وبتدور على أكسجين مش لاقية، ولا وفرنا حتى لقاح بفلوسنا، جبناه مساعدات ومعونات من الخارج. ورغم أن احنا آخر دولة أعلننا وجود الفيروس، كنا أول دولة أعلننا القضاء على الفيروس. عندنا الفيروس موجود بقاله كم شهر، حسب ما بيقول حسام حسني متحور جديد من كورونا موجود في مصر منذ أشهر، لكن النهاردة قررنا نقوله للناس بعد الدنيا ما بقت نسبة في الإصابة أعلى، وإحنا كمان من أوائل الدول اللي بدأت ما تنزلش بيان وتعلم المواطنين بوجود هذا الفيروس. بدأنا بقى نسمع الكلام، المتحدث باسم الصحة طالع يتكلم، رئيس اللجنة العلمية بيتكلم، مستشار السيسي للصحة بيتكلم، متحور كورونا الجديد ينمو وينتقل بشكل أسرع من باقي السلالات، وكل الكلام ده امبارح، اللي هو ايه؟ بقالنا شهور عاملين نفسنا مش واخدين بالنا،
بقالنا شهور الناس عندها كحة، عندها بلغم، عندها ارتفاع في درجة الحرارة، نقول لهم خدوا كتوفان وناموا أو خد بنادول وارتاح أو تعالى أديك مش عارف بروتوكول البرد أو الأنفلونزا. النهاردة طالعين نقولوا للناس خلي بالكوا في متحور جديد. طلاب المدارس النهاردة معظمهم مصاب بالبرد والنزلات الشعبية، الناس في الأسواق والمترو والترام ومش عارف الأوتوبيسات، الناس كلها على بعضها بتنقل المرض لبعضها. على الأقل 122 إصابة في الدقيقة عالميا، ده المتحور الجديد اللي بيسموه متحور يوم القيامة. لكن البروتوكول أو مصر بتقول إن البروتوكول بتاعها بيقاوم هذا المتحور. طيب إيه مواصفات هذا المتحور؟ هل بيختلف أعراضه عن أعراض فيروس كورونا الأصلي؟ هل بيختلف تأثيره على الجسم عن الفيروس الأصلي؟ المتحدث باسم الصحة الدكتور عبد الغفار بيقول المتحور الجديد واسع الانتشار وشديد العدوى، أعراضه تستمر 5 أيام، البروتوكول العلاجي يرفع حالات الشفاء ل 98%. حسام حسني قال أنه لم يتم رصد حتى اللحظة حالات وفاة أو مضاعفات للمصابين. خلينا نفكر حضراتكم كده، الكلام اللي قلناه او اللي بلدنا كانت بتقوله ان احنا مفتحين، ان احنا جامدين قوي، ان احنا مسيطرين ومفيش اي فيروس يقدر يخش من بره، وسيطرنا على المواطن ونشرنا مبدأ مناعة القطيع وعملنا حجر صحي في المطارات. ده المتحدث باسم الصحة لما كان بيقول لدينا نظام مراقبة وترصد قوي ونحن على تواصل وثيق مع المنظمات العالمية. ده الخبر بتاع النهاردة. لكن قبل كده كانت الصحة في أغسطس اللي فات بتقول إن احنا عندنا انخفاض ملحوظ في إصابات أو وفيات فيروس كورونا. كانوا بيقولوا كمان وزير الصحة لا أتخيل عودة شراسة فيروس كورونا. ومحمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للصحة أو لشؤون الصحة كان بيقول الموجة الأخيرة من كورونا انتهت. لكن النهاردة كورونا بترجع تاني، هل الموضوع ده ليه علاقة بقرب شهر رمضان، ولا لما الإصابات زادت، ولا ده ضغط من الصحة العالمية اللي النهاردة أو خلال اليومين اللي فاتوا بتحذر من انتشار واسع وأعلى في إصابات الفيروس، ولا الحكومة قررت تبقى صريحة مع المواطن وتقول له، ولا بنحاول نشغل المواطنين عن الغلاء والمشاكل الاقتصادية اللي عايشينها. بالنهاية خلي بالكم على نفسكم، يبدو ان المتحور الجديد موجود في بلدنا، سواء اعترفت الحكومة او ما اعترفتش، لكنه موجود زي ما هو موجود في معظم دول العالم.